في ايه؟ كنت عايزة اتكلم معاكي في حاجة. انا فاكره ان كان شاز يضربه، هو اللي نرفزني. مش ده الموضوع. امبارح لما قلنا لكم ان احنا رايحين نشوف عرب فريدة، احنا مكناش رايحين نشوف العربية. احنا كنا بنشوف هي عايشة ولا لأ. لا أكيد لا. أنا آسفة، أنا في الحاجات دي كنت بعتمد عليها هي، دلوقتي مش عارفة أعمل إيه. أنا آسفة. أنتوا أكيد فاهمين غلط، هي أكيد لسه عايشة، يعني أنا كده خلاص مش هشوفها تاني. أنتوا أكيد فاهمين غلط، كده لسه عايشة. عايزاكي معايا عشان نقول ليوسف وكريم، مش عارفة اقولهم لوحدي. انا عارفة الموضوع كبير قوي عليكي. انا اسفة والله، اسفة عني. ترجمة